شوف كمان عبر زوم ويلي كورنهارد، ده طبعا المدير الفني لانترلاكت الالماني، وبنرحب بيك في قناه النادي الاهلي عبر زوم. ويلي مساء الخير عليك. شكرا جزيلا، تحياتي لكم. بنرحب بيه في قناه النادي الاهلي، وطبعا اكيد هو متابع اكيد الشامبيونز ليج وخاصه الفرق الالمانيه، بنتكلم على البايرن، بنتكلم على دورتموند. خلينا نتكلم الاول من وجهه نظره، ولسه بنتكلم على فريق تشيريف، لا فريق لسه صاعد، وفريق يمكن ناس كتير ما تعرفش الفريق ده امتى ظهر، وبيعمل نتائج كبيره جدا وبيفوز على الريال 2-1. من وجهه نظره شايف يعني الجوله الثانيه من الشامبيونز ليج ازاي؟ بكل تأكيد كان هذا شيء رائع، وبالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة. بالفعل يظهر هذا النادي بشكل ممتاز رائع ويقدم نتائج رائعة، فعلا أتفق معك. صحيح. على الجانب الآخر أكيد هو كان مدرب كبير، وكان طبعا متابع أكيد جيد للكرة الألمانية. عايز أعرف كمان رأيه على مستوى الشامبيونز ليج، أولا على مستوى البوندز ليجا واكتساح البايرن مع شاب، يعني دايما بنتكلم على المدربين الألمان، مدربين كبار جدا، بنتكلم على توخيل، بنتكلم على يورجن كلوب، بنتكلم على كلينزمان، طبعا ده المدير الشاب لفريق البايرن. شايف أول خطواته بالنسبة لتدريب هذا النادي العملاق ونجاحاته من خلال البوندز ليجا ومن خلال الشامبيونز ليج؟ بايرن ميونخ هو من أفضل الفرق في أوروبا بكل تأكيد، وبالفعل لديه مدرب رائع، مدرب شاب صغير في السن يقود فريق كبير، فريق ناجلسمان يمتلك أيضا قدرات خاصة ودرب فرق عديدة، وكان مع لايبتسيك في الماضي، والآن يقود بايرن ميونخ الفريق الأعظم في أوروبا من وجهة نظري. بالفعل يقدم مباريات قوية ويحرزون سكورز وأهداف كثيرة في كل المباريات، وخصوصا المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأوروبي كما رأينا. فعلا هو المدرب قوي وقريب جدا من اللاعبين، ودايما يطور فيهم بكل تأكيد. أكيد على مستوى الشامبيونز ليج كمان أكيد متابع محمد صلاح نجمنا الكبير مع ليفربول، كمان عايز أعرف رأيه، طبعا هو مدير فني كبير، أعرف رأيه كمان في تألق محمد صلاح مش السنة دي، خلال طبعا الفترة السابقة مع ليفربول على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى الشامبيونز ليج، وحظوظ محمد صلاح مع ليفربول السنة دي لحصد بطولة البريمير ليج أو حصد بطولة الشامبيونز ليج. محمد صلاح هو لاعب استثنائي. بالفعل محمد صلاح يقدم مباريات استثنائية وفعلا يظهر بمستوى رائع ويحطم ريكوردس ويظهر بشكل ممتاز، فهو وضع نفسه في مستوى عالي جدا بين نجوم العالم، يظهر مع ليفربول بشكل رائع أيضا منذ انضم إلى ليفربول بكل تأكيد، اتفق معك. طبعا على مستوى التدريب، ودايما في السنوات، مش هقول الأخيرة لكن في السنوات العشر الأخيرة، دايما على مستوى الكرة العالمية مستمتعين بخبرات المدربين الألمان. المدربين الألمان دلوقتي في مصاف المدربين على مستوى التوب في مش في قارة أوروبا بس، على مستوى العالم. وانت مدير فني وانت يعني اكيد يعني متابع للمنظومه التدريبيه في المانيا، ازاي المانيا ممكن بتشتغل، وازاي المانيا بتطلع مدربين على مستوى عالي جدا، مدربين صغيرين في السن، مدربين كمان بعد فترات بياخدوا خبرات كبيره جدا، وتفسر بايه ان المدرب الالماني دلوقتي يمكن من اكثر المدربين يعني استحقاقا على مستوى العالم؟ بكل تأكيد فعلا المدربين الألمان هم من أفضل المدربين على الساحة في الوقت الحالي،
أعتقد ظهر ذلك عبر تطور كرة القدم أيضا في ألمانيا في الأعوام الأخيرة، بغض النظر عن الظهور الأخير للمانشافت الألمانية، ولكن نتحدث عن كرة القدم وعن المنظومة بكل تأكيد وبشكل أعم. هذا ما أنتج لنا مثل هؤلاء المدربين العظماء يقودون بكل تأكيد فرق كبيرة توب تيمز في العالم كما ذكرت بكل تأكيد. طيب بكل تأكيد أنا أرى ذلك وأنا أتابع وأحلل من وجهة نظري كيف يتعامل المدربون الألمان مع اللاعبين مع الفرق، وأنهم ينظرون على كل تفصيلة ويحللونها ويشتغلون ويعملون على ذلك من أجل التطوير المستمر، فهم دقيقين جدا وينظرون لكل كبيرة وصغيرة كما بلغة كرة القدم من أجل التطوير والتحسين المستمر، وهذا هو سر نجاح المدربين الألمان بكل تأكيد. ونحن نعلم ما ويعلمون أيضا ما عليهم من أدوار ووظائف للعمل المستمر على التطوير المستمر، هذا هو هدفهم وهذا هو هدفنا أيضا، التحليل المستمر التحليل ثم التحليل هو ما يساعدنا في ظهور المدربين الألمان وبشكل جيد بكل تأكيد وإحراز أو ظهور بشكل كبير ناجح مع الفرق التي أكيد على مستوى المتابعة الألمانية في اليورو 2020 كان في إحباط وخروج ألمانيا ويمكن استقالة لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا وهانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني. أنت شايف إزاي فليك سيقود القاطرة الألمانية على مستوى فريق كبير زي المنتخب الألماني للوصول لكأس العالم وطموحات يمكن الجماهير الألمانية مع هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني؟ صحيح بكل تأكيد هانز فليك أيضا هو مدرب رائع ورأينا النتائج المذهلة التي أظهرها هانز فليك وصنعها مع الفريق البافاري في الأعوام الأخيرة. هانز فليك هو مدرب قوي يعلم تماما ما يريده، فهو يكون الآن مانشافت فريق أو سكواد رائع وقوي خليط بين الشباب والخبرة. بالفعل هو يركز أيضا بكل على اللاعبين الشباب ويعطي الفرص. بكل تأكيد لابد علينا من العودة ووضع المنتخب الألماني في القمة والازدهار مرة أخرى لقيادة كرة القدم في العالم بكل تأكيد. آخر سؤال معاك ويلي بالنسبة للتشامبيونز ليج، نرجع له تاني، واثنين مدربين ألمان، بنتكلم على توخيل المدير الفني لتشيلسي وبنتكلم على يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. شايف أوجه للتشابه والاختلاف من حيث النظرة الفنية وعلى المستوى كمان على المستوى الشخصي الفرق ما بين توخيل ويورجن كلوب؟ سؤال جميل. فعلا يختلف البعض يختلفون عن بعضهم البعض، الكل يمتلك أو بروفايل خاص به وإمكانيات خاصة، نشاهد كرة ممتعة لأنهم يمتلكون الفكرة الوحيدة المتشابه هو اللعب كفريق متكامل وليس التركيز على نجم بعينه، فهذا هو ما يصنعه المدربون الألمان في العموم ولكن الاثنين يمتلكون قدرات خاصة وكانوا مدربين في العام الماضية مع دورتموند على سبيل المثال وظهروا بالفريق بشكل جيد واستطاعوا أن يضعوا دورتموند أيضا في المرتبة القوية لمنافسة البافاري بكل تأكيد. طبعا ويلي احنا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناة النادي الأهلي وإن شاء الله تكون معنا في فترات جاية نتكلم على الكرة العالمية وخاصة على الكرة الألمانية، هنتابع مع حضراتكم هنا كمان في المحترف. النقطة اللي اتكلمت عليها المدربين الألمان هنشرح مع حضراتكم الخطة الألمانية، خطة وضعها الاتحاد الألماني ورابطة الأندية الألمانية من 2006 ل 2026 للنهوض بكرة القدم في ألمانيا، نهوض على مستوى اللاعبين.